لم أقل شيئاً لأنني شعرت بالسوء لارتكاب هذا الخطأ. لا بأس أن ارتكبت خطأً تويتي، كلنا نخطئ. تماماً، أفعل هذا طوال الوقت. من المهم أن تطلب المساعدة مهما كنا منشغلين أو مهما كان الخطأ، لذا في المرة المقبلة أخبرنا. حسناً، سأفعل. هل سنصلحه في الوقت المناسب لحفلة ماك وتوش؟ حسناً، علينا إزالة المنطقة المتصدعة وتركيب النوافذ. النوافذ؟ يريد ماك وتوش إقامة الحفلة على الماء، صح؟ ماذا لو استبدلنا المنطقة المتصدعة بنافذة؟ بهذه الطريقة يحتفلان فعلاً على الماء. فكرة رائعة تويتي. سنجعل القارب متيناً. هل سنحول الخطأ إلى فرصة الآن؟ هذا وتويتي صديقنا. أوه، أخجلتني. هيا فلنسرع، سيعود ماك وتوش قريباً إلى هنا. فلنصلح قارب الحفلة هذا معاً. قليلاً إلى اليسار، قليلاً بعد. ممتاز. هيا فلنختبر الآن القارب. قدمي هذه جافة تماماً. لأن القارب يطفو. وانظروا من هنا، اصعدا الآن كلاكما. لا أصدق، لقد نجحتم مجدداً. يا لحظنا، توش أنت على حق كالعادة. أنا على القارب. هذه نكتة جيدة، اسمع دافي، يبدو أنك على حق. حقاً حقاً حقاً. ما هذه هنا يا ماك؟ إنها نافذة على البحر. هذا جد رائع. لوني بيلدرز، أنتم الأفضل. بالفعل، يجب عليكم أن تحضروا حفلتنا اليوم. أجل لن نرفض طلبكما. معكم الآن الدي جي داك بيل في بث مباشر من عرض البحر. تدا! علبتا عصير لكما خصيصا. شكرا تويتي. اسمع، كان بناء القارب تحديا. تحدي؟ لا شيء صعب علي انا تويتي، لكن كانت الامور اسهل بمساعده الفريق. هذا صحيح.